بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة الحقيقة الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم نشر حوار مطول مع واحد من أساطير كرة القدم المصرية وأساطير القارة الأفريقية، النجم الكبير ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. الحقيقة حوار جميل جدا مليء بالذكريات. كابتن محمود اتكلم عن أهم ما يتذكره من مباراة كأس الأمم الأفريقية، إيه الحاجات الحلوة اللي اتعملت في البطولات السابقة، إيه الحاجات الجميلة اللي بتتعمل في هذه البطولة، أشياء كتيرة جدا اتكلم عنها النجم الكبير كابتن محمود الخطيب. ودايما زي ما بقول لحضراتكم كده، ودايما لما باجي اتكلم عن كابتن محمود الخطيب بقول دايما الكبير يظل دائما كبير. كابتن محمود الخطيب هو واحد من رموز كرة القدم المصرية وكرة القدم الأفريقية، وبالتالي الكل كان بينتظر هذا اللقاء. وماذا حدث في لقاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ نشروا على موقعه الرسمي للكاف، وقال في كابتن محمود الخطيب اتكلم عن ذكرياته في مشواره والبطولات الكتير اللي خدها والتألق مع الساحرة المستديرة. وانت كأهلاوي او كمصري، خلينا بلاش نتكلم كأهلاوي لان احنا اليومين دول دائما ما بنتكلم عن مصر، وانت كأهلاوي لما بتيجي تشوف هذا الحوار وبتشوف الجمال في الحوار والجمال في طريقة الكلام والجمال في كمية البطولات اللي خدها كابتن محمود الخطيب سواء مع منتخبنا الوطني أو مع النادي الأهلي، هتبقى فخور، هتبقى فخور كمصري بالكلام اللي بيتكلمه كابتن محمود الخطيب، بأن يتعمل حوار جميل بهذا الشكل وبهذه اللهجة الجميلة جدا جدا جدا. الحقيقة حوار، وأنا قاعد الواحد وقاعد بيتفرج عليه كده حس بالفخر، حس قد ايه ان احنا عندنا رموز كثيره جدا جدا في الرياضه المصريه. طبعا كابتن محمود الخطيب واحد من هذه الرموز. ومن ضمن الحاجات الكويسه في هذا الموضوع ان الاجيال الصغيره كمان اللي ما شافتش كابتن محمود الخطيب وماذا فعل هذا النجم الاسطوري في كره القدم المصريه وكره القدم الافريقيه، تتفرج بقى على هذا الحوار وتشوف قد ايه كابتن محمود الخطيب كان له دور كبير جدا في ان كرة القدم المصرية تحديدا وكرة القدم الافريقية يبقى لها صيت في العالم كله. يعني كرة القدم المصرية قد ايه اتصيطت وبقت مشهورة جدا من خلال وجود اسطورة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب. وبالمناسبة الكلام اللي انا بقوله ده هقوله في اي وقت وفي اي مكان وفي اي قناة وفي اي حتة، سواء أنا موجود في قناة الأهلي أو في قناة أخرى، كابتن محمود الخطيب يظل دائما أسطورة سواء أنا موجود هنا أو مش موجود هنا، عشان بس إيه كلام ممكن يتقال كده أو كده، لكن إحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بالفعل على أسطورة مصرية، أسطورة الحقيقة تحدث عنها الجميع بكل احترام بكل أدب. قد إيه إن أخلاقه بيتعلم منها، كلنا بنتعلم منها، كل الأجيال دي، يعني الجيل بتاعنا إحنا يمكن علشان شاف فيديوهات للكابتن خطيب وشاف حاجات للكابتن خطيب عارفين قد ايه ان احنا يجب ان يكون هناك احترام دائما متبادل ما بين الجميع. اي حد بتتكلم معاه لازم يكون في احترام. الصيغه اللي بيتكلم بيها كابتن خطيب قد ايه بيعلم الناس او بيعلم الاجيال القادمه ان الاحترام هو شيء مهم جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف جزء صغير بس من الحوار اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب عن ذكرياته في كأس الأمم الإفريقية ونشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.